مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. طبعا كلنا بقى أبهات وأمهات بيبقى اللي شاغل بالنا إزاي نشغل ولادنا في فترة الصيف. طبعا عايزين ننمي فيهم روح الابتكار، وخاصة إن احنا في أجازة، وأجازة الصيف عادة طويلة، ودي فترة مناسبة جدا إن الأطفال ممكن يركزوا في أنشطة يعني مختلفة، أنشطة تانية بعيد عن المذاكرة. وأرجوكوا بعيد عن التابلتس وعن التليفونات في عرضكم. طبعا كلنا بنهتم ان اطفالنا يتعلموا احسن تعليم ويكونوا مركزين جدا جدا، علشان كده احنا كمان لازم نكون مركزين معاهم، مش في المذاكره بس، لكن كمان لما تبدا الاجازه نهتم اكتر بالفسح، بالتصيف، بالترفيه. النهارده هنتكلم عن ازاي ممكن نستفيد من فتره اجازه الصيف وننمي روح الابتكار عند الولاد، في نفس الوقت يكونوا بيلعبوا مستمتعين وحاسين ان هم بيعملوا حاجه لذيذه ومفيده. ضيفتنا النهارده هي الاستاذه نرمين جلال، حاصله على الماجستير وهي اخصائيه الصحه النفسيه. برحب بيكي معانا نرمين، ومنورانا النهارده في ست الستات. اهلا وسهلا بحضرتك مدام دينا. حضرتك حاصله على الماجستير في ايه؟ الاول عايز اتعرف عليكي. أنا حاصلة على ماجستير في الصحة النفسية، وكمان معايا ماجستير في التخاطب وتعديل السلوك للأطفال. ده جميل جدا. طبعا دلوقتي الترند الحديث في العالم كله حتى في تعديل السلوك عن طريق هوايات. يعني في اللي بيعمل تعديل سلوك بالموسيقى، في اللي بيعمل بالرسم وبالأشغال اليدوية. كلميني كده، إيه يعني أبرز الحاجات اللي أنت بتتبعيها في موضوع تعديل السلوك وإن الأطفال يكتسبوا مهارات، وخصوصا في فصل الصيف اللي بيبقى طويل شوية؟ طبعا فكرة إن أخلي طفلي مبتكر دي حاجة مهمة جدا، وفي بعض الأسر يعني بتسعى إن تشوف أطفالها كده. والطفل المبتكر دايما بيكون ذو موهبة يعني عن باقي أفراد الأطفال يعني اللي من سنه اللي زيه. بالظبط، خصوصا لو عنده موهبة معينة. طبعا. وبيحاول إن هو يخرج الفكرة اللي عنده، أو لما يشوف حاجة معينة بيشوفها الأطفال أقرانه هو بيفكر فيها من طريقة مختلفة. صح. بمنطق مختلف جدا. فده المفروض الأهل لما بتلاحظ الطفل كده بتساعد إن طفلها يعني يكون مبتكر ويكون عنده الهواية دي وتنمي الحاجات دي. بعدين في حضرتك مؤشرات لولي الأمر المفروض ان هو يبدأ يركز. اكتشف بنتي او ابني. صح. اكتشف ابني ازاي؟ نلاقي في اطفال بتتكلم سريع جدا عن الوقت اللي المفروض بتتكلم فيه. نلاقي اطفال كمان بتمشي، بيبقى في عندهم اطفال سرعة البديهة في الرد. صح. اطفال تاني قريب كده شوية. بالظبط زي حضرتك بتقولي. بنلاقي اللعب الإبهامي اللي هو اللعب التخيلي، تلاقي الطفل بقى بيعمل حوار مع نفسه ويكلم أشخاص هم مش موجودين بالفعل. صح. ولكن في بعض الأهالي بتهاجم الحاجة دي، لكن لا، ده من يعني الحاجات الصحية إن لما الاقي ابني بيلعب إبهامي أو بيلعب مع نفسه تخيلات، وده كمان من الإبداع. فدي الحاجات كلها اللي بتوضح لي إن طفلي إن خياله واسع. خيالها واسع، ممكن تقدر إن هي تستغل الخيال ده. بالزبط. بعد كده ويبتكر حوار كمان. نرمين، اعرف ازاي ان بنتي او ابني عندهم هوايات زي الرسم؟ وعايزة اشوف نماذج من الاعمال اليدوية اللي ممكن كده ايه لو انا لقيت ان مفيش حاجة ظهرالي. تمام. يعني في ناس زي ما قلتي كده حضرتك ان بيبقى في اطفال لا باين عليه هو ماسك تباشير او قلم وعمال يرسم لي في البيت كله، ده ببقى فاهمه رايح فين. تمام. لكن اللي ما بتظهرش عليه حاجه معينه، نرمين نعمل معاه ايه؟ انا عايزه اقول للاهالي لما تلاقوا ابنكم ما ظهرش عليه اي علامه او مؤشر، ده ما يقلقش جدا. بالعكس، لان في بعض الدراسات اثبتت ان الابداع ده بيكون فطري وبيكون مكتسب. صح. فانا هنا انا ممكن اخلي ابني اكتسب الابداع ده، بس اتعب نفسي شويه واشتغل معاه. وبليز يعني بلاش زي ما حضرتك قلتي في البدايه الموبايلات والتابلات والحاجات دي. دي للاسف بتعيشهم زي اعلان صح في بابل. بالظبط كده. بالظبط. طبعا الفنان محمد صلاح اللاعب الكبير يشكر طبعا على الاعلان الجميل اللي عمله. ممكن الام تجيب حاجات من القماش بسيطه جدا، يعني هي تكلفتها مش كتيره يعني. وان احنا نعمل
الأطفال أشكال موجودة طبعا على الإنترنت كتير، منها أن هو يتعلم الألوان، يلمس الحاجة. بلاي بوك صح؟ أو بالضبط، هو يعني احنا بنسميه في الشغل بتاعنا الكتاب التفاعلي. يعني هو الطفل بيتفاعل بجميع حواسه، يشد حاجة ملزوقة يرجع يعمل لها، يحط هنا على الشجرة. منها ان احنا نتعرف ان ده عصفور بيعيش على الشجرة، الوان، حاجات تاني. ممكن هنا بنعلمه المهارات الذاتية. ده من سن كام يا نرمين؟ وهنكمل معاكي، بس ده سن كام اللي يلعب بالبلاي بوك؟ ده حضرتك من سن سنة. سنة. يبدأ يلمس، يشوف إحساس، يتعرف على الأشياء، يكتشف، لأن الطفل الموهوب دايما لازم أسيبه في ساحة حاجة يمسكها. بالضبط يا فندم. حضرتك عندنا هنا الفيس، يتعرف على الفيس بتاعه، إيه دي عيني، أعمل بيها إيه، في تفاعل. لو قلنا عين يشيل العين ويرجع يركبها تاني. بيرجعها ويركبها. هو ده ممكن يعني يعلي من ذكاء ابني أو بنتي؟ طبعا، لان هنا انا بشرك العمليات الحسيه بتاعت الطفل كلها، فهنا في دراسات اثبتت ان كل ما العمليه بتكون فيها جميع الحواس كل ما بتكون ثابته اكتر. كمان انا بنمي هنا الانتباه، الذاكره، الملاحظه، قوه الملاحظه، يعرف الفرق بين البنت والولد، هنا بيعرف الملابس، ملابس البنت، الفرق ما بينهم، كل ده بينمي عندي الذكاء والملاحظه والتذكر. هنا بيتعرف على وسائل المواصلات، ان انا بشله الطياره العربيه، بيعرف الطياره دي فين موجودة، فين العربية بتمشي، فين القطر بيمشي، فين كل الحاجات دي المفروض طفل يبقى على دراية بيها. جميل. كمان هنا في برضو ان هو يلعب الحيوانات، يعرف الحيوانات، اسماء الحيوانات والوانها، الحيوانات، الغابة، بالظبط، السمك، يصطاد سمك. نعرف ان في اطفال كتير انا بواجهها بلاقيها مش عارفة السمك بيعيش فين. فدي يعرف بقى المعلومات. وممكن كمان الام تصمم اللي هي عايزاه، يعني ممكن يختلف مثلا، تضيف حيوانات تاني، تزود، تقلل، براحتها خالص. في كمان عندي حاجات بسيطة جدا، لو كانت تكلفة القماش غالية بالنسبة لأولياء الأمور. على فكرة احنا الحاجات دي ممكن نعملها من القصائص ونلزقها، يعني مش لازم يبقى جوخ، ومش لازم يبقى قماش معين. نسهل على نفسنا شوية، نسهل على نفسنا. كمان ممكن في عندي هنا مشابة غسيل عندنا كلنا، ودي كرتونة عادية خالص، يعني بواقي الكراتين اللي عندنا، ونحط فيها الالوان كلها. الطفل هنا بيجي يتعرف مثلا على سبيل المثال اللون الاحمر، فانا باجي بعلمه هنا العضلات الدقيقه هنا بتتحرك مع طفلي، عضلات الصوابع بالظبط، اللي هي بتنفعني فيما بعد في الكتابه. صحيح. فنلاقي ايه، ندوس هنا، عرفنا اللون الاحمر. هو لعب من هنا، لا، وعمل ماتش، يعني ربط الكلمه باللون، بشكل اللون. طبعا. وكمان هنا الطفل مش هيزهق مني في عمليه التعليم، يعني التعليم التقليدي هو طبعا ليه مميزاته، لكن مش هيقعد بقى يكتب. احنا هنا بنتكلم حتى على بري سكول، يعني لسه هو ما دخلش حتى حضانه، او حتى لو في سن الحضانه الحاجات دي مسليه جدا. بالظبط. في حاجات بقى بتنمي الذكاء اكتر لسن اللي هو 3 سنين، اعلى معايا شويه، بالغطيان كي جي 1 يعني مثلا كده، كي جي 1 من 3 سنين كمان، بري كي جي يعني في احيان. عندي غطيان عاديه خالص، بنرميها في الباسكت. احنا ممكن نستغلها، بنعمل حاجه زي كده اللي هي دوائر الوان. هنا الطفل بيبدا بقى يدور فين اللون الازرق ويحط قصادها، ويمشي على الخط ويوصل للون الازرق ويحط الغطاء. فهنا بتعمل عمليه قوه ملاحظه وانتباه وتركيز، كل الحاجات اللي بتساعدني في التحصيل الاكاديمي فيما بعد. عندي كمان هنا في حاجه اللي هناك دي، ان هو عباره عن ان هو ده حضرتك اللي بيجي من الحاجات دي، لما حاجه لما طرد يجي او حاجه تلاقي جواه، او تلفزيون او أي حاجه بتتكسر بيحط جواها الفيلم. واظن كل بيت مصري او ست مصريه عندها عصايه الشيش طاووق. فبنحطها هنا. وعندنا هنا نموذج بنبقى عاملينه من كرتون، يعني هو كرتونه، وبرسم عليها بقى اشكال، بقى مثلث، دايره لونها اخضر، مربع. لو ما لقيش، يعني لو مش عندي، لو مش هقدر اشتري الخرز ده، الحاجات دي، ممكن ان انا اعمل المكرونه.
الونها بقى بالالوان اللي انا عايزاها. وابدا الطفل مثلا هيشوف هنا عندي اللون الاصفر يبدا بقى يحط هنا انتباه وتركيز وتذكر وحاجات وايه ببساطه شديده وحاجات متناول كل الناس. يعني احنا بنحاول نسهل على ولي الامر ان هو يعني مش شرط ان انا ادي لابني تنميه مهارات بره، او مش شرط ان انا اجيب له قماش مثلا لو هو شايفه غالي، لا انت بالحاجات اللي موجوده عندك. انا شايفه جنبك كمان حاجات تانيه. في عندي حاجات حضرتك برضو هنا، عندي برضو الـ الاكل الهيلثي. يعني انا بعلم ابني كمان مش بيلعب بس، انا بعلمه ايه الاكل الهيلثي وان هيلثي. هنا مثلا بقول له الان هيلثي مثلا زي البيبسي، الحاجات لا يعني اقصد المياه الغازيه بشكل عام، زي التشيبس مثلا، زي هنا الهيلثي مثلا زي السمك البيض كده. بيلعب وهو بيتعلم وبيعرف ان ده هيلثي وهينفعني فيما بعد. ممكن كمان انا شفت كذا بلاي بوك قبل كده عليه حروف اي بي سي والف بي، مع حضرتك بيعمل بقى اللي هو عاوزه. في حضرتك كمان هنا بيعرف الساعه، والساعه الساعه كام كده، ويبدا بقى هو يتعلم بقى واحده واحده. وهنا اعلم ابني، مش ان انا مثلا انتقده ان هو ما عملش كذا، انت ما بتفهمش، انت غبي. هو السن ده ما فيهوش صح وغلط. بالظبط، السن ده فيه اننا بنلعب ونتعلم واحنا بنلعب. احنا بنلعب فقط. بالظبط. يعني انا بشكرك، هي افكار بسيطه، وعلى فكره كمان بالإضافة لكده ده بيعمل علاقة بوند أو علاقة تقارب كبيرة جدا ما بين الأم وما بين ولادها، إن هي تبقى قاعدة تقولك طب أنا قاعدة هم معايا في البيت أو معاها في البيت، طب هنعمل إيه يعني؟ ما إحنا هنقعد نتفرج على التلفزيون، وتسيب الطفل إن هو يتلهي يتفرج على أي حاجة تلهيه كملهاه، يعني إن هو كرتونز وحاجات زي كده. وأنتم طبعا عارفين الأيام دي إحنا مش ضامنين كل أفلام الكرتون جاية لنا منين. فالطريقة دي طريقة بسيطة فيها ضحك وفيها لعب وفيها ان هو يمارس او البنت تمارس نشاطات مع مامتها. وادي افكار كتير الام ممكن تعمل ايه في الكواليتي تايم اللي بتقعده مع اولادها. نرمين جلال اخصائيه الصحه النفسيه والحاصله على الماجستير في الصحه النفسيه، بشكرك انت نورتينا النهارده، ونستضيفك تاني باذن الله وتقول لنا مزيد من الافكار لسن بقى اللي اكبر من كده شويه، اللي هو من 5 لـ7. ايه النشاطات الكومن برضو اللي نقدر نعملها مع بعض؟ ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، وفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات. خليكم معنا. We'll be right back.